أهلا بكم إلى نقطة حوار معكم إيمان القصير. فيروس كورونا يضرب من جديد، هذه المرة داخل البيت الأبيض. أصيب الرئيس دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا بالفيروس وأعلن عن بقائهما قيد الحجر الصحي. للتوقيت مخزن كبير، فالإعلان عن إصابة ترامب جاء في وقت تعيش فيه أمريكا مخاض حملة انتخابية مثيرة للجدل استعدادا لاقتراع رئاسي حاسم في الثالث من الشهر القادم. حالة من الارتباك تسود الأوساط السياسية الأمريكية وسيل من الشكوك يثار حول ما يمكن أن تؤول إليه الأمور، بالنظر إلى أن ترامب يقع في الفئة العمرية الأكثر تضررا من المرض. قبل أسبوع واحد فقط طالب ترامب الأمريكيين ألا يقلقوا من الفيروس، مؤكدا أن بلاده أوشكت على الوصول إلى لقاح. فهل أخطأ ترامب في تقدير خطورة الفيروس؟ نناقش السيناريوهات المحتملة، نتساءل عن أثر إصابته بالفيروس على مسار الانتخابات الأمريكية. شاركونا الرأي هاتفيا، الرقم هو 0044-203-7529-989 أو برسالة على إيميل البرنامج أو من خلال موقعنا bbcarabic.com أو على صفحتينا على فيسبوك وتويتر. أهلا بكم. نستعرض في البداية نماذج من بعض المشاركات التي وصلت إلينا في حوارنا إلكترونيا. تناول الكثير من المشاركين تأثير إعلان إصابة ترامب بفيروس كورونا على مسار الانتخابات الأمريكية، وهو السؤال العريض في حلقة اليوم. مثلا جواد أبو علاء يقول: رب ضارة نافعة، ترامب سيتخلص من الكثير من المعوقات التي تقف في طريقه كالمناظرات والحملات الانتخابية. هذه الأمور لن تؤثر على الناخب الأمريكي الذي حزم أمره في اختيار الرئيس القادم. على النقيض من ذلك يقول إبراهيم: ترامب مثله مثل الكثيرين الذين كانوا يشككون في وجود كورونا حتى أصابهم، أما الانتخابات فقد ضاعت فرصته فيها لأنه لم يأخذ أمر محاربة فيروس كورونا بجدية منذ البداية. بالطبع سنعرض للمزيد من المشاركات لاحقا في سياق هذه التغطية من نقطة حوار اليوم. دعونا في البداية نرحب عبر خدمة الإنترنت من واشنطن بالسيد مهدي عفيفي، عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي. أهلا بك ومرحبا سيد مهدي عفيفي. أهلا بك أستاذ إيمان وبضيوفك الكرام. سيد الفاضل، في البداية كيف ينظر الحزب الديمقراطي إلى الإعلان عن إصابة ترامب بفيروس كورونا؟ أولا نحن نتمنى الشفاء للرئيس ولزوجته ولأفراد إدارته من أصيبوا، لأنه هناك أكثر من فرد قد أصيب، ولكن ما حدث يثبت مرارا وتكرارا ما قلناه منذ بداية هذه الأزمة ومنذ استهتار الرئيس بهذه الأزمة، وكما رأينا وسمعنا على مرأى ومسمع من العالم أجمع تخفيف من حدة هذه الجائحة، استهتار بالآراء العلمية والطبية، استخدام هذه الجائحة في ممارسات كذب على الشعب الأمريكي، عدم تحمل المسؤولية منذ بداية هذه الأزمة وما سمعناه على التسجيلات التي نشرها بوب وودورد في التي تثبت أنه يعلم بهذا الأمر وأراد أن يخفي على المجتمع هذه الجائحة، سوء التصرف وإنفاق التريليونات، 3.5 تريليون تم إنفاقهم بشكل غير مسبوق ولم تؤدي إلى نتائج جيدة. طيب. الكذبات التي تطرقها من خلال الأدوية والأمصال التي كان يستخدمها لحمايته، وما حدث هو أكبر دليل على عدم كفاءة هذا الرجل لقيادة الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى. طيب أستاذ مهدي عفيفي، الآن برأيك ما الذي يمكن أن يطرأ على مسار الحملات الانتخابية؟ لم يتبقى على إجراء أو موعد الانتخابات سوى شهر فقط، هل يطرأ جديد؟ هل تتغير هذه المسارات بالكامل؟ وكيف ينظر الحزب الديمقراطي هنا إلى السيناريوهات المحتملة؟ بالطبع ما حدث هو يعني خطة كبرى ليس فقط لهذا الرجل وإنما للإدارة الأمريكية، أقوى دولة على وجه الأرض ويعني أقوى رجل على وجه الأرض والذي يوفر له
أسوأ أحسن سبل العناية الصحية واختباره يوميا وكل من حوله أصيب بهذه الجائحة. كما رأينا أسواق المال بدأت تتحرك وتنخفض، أسعار البترول تتغير. مثل هذا تأثير سيؤثر ليس فقط على الانتخابات الأمريكية ولكن على الاقتصاد، والذي هو أحد أساسيات اختيار من يمثلنا في البيت الأبيض. لذلك أعتقد عواقب هذه المسألة ستتعدى مجرد الانتخابات. بالطبع لدينا داخل الحزب الديمقراطي سياسة التعامل مع الواقع الذي يعني أهمله ترامب بشكل كبير. أكبر دليل أنه لم يستطيع أن يحمي نفسه ويحمي أسرته، فكيف سيحمينا نحن كمواطنين أمريكيين؟ طيب، هل هناك خطط ما عن اعتزام او ربما توقعات باحتمال ان يتم تأجيل العملية الانتخابية برمتها؟ هل يتوقع ان يعلق السيد بايدن مثلا حملته الانتخابية؟ لا، بالعكس، حملة الانتخابية لا يتم تعليقها، وترامب حتى الى الان هو معزول عن التعاطي والتعامل مع الافراد بشكل مباشر، لكن هو حسب اخر تقرير يعني الإصابة بسيطة وليست بهذا الشكل القوي، وإنما هو يتعامل بالتليفون وبوسائل التواصل الاجتماعي مع أقرانه. هي لابد من أن يكون هناك فترة من العزل والإجراءات سانحة، لكن هو يمارس عمله بس بطريقة غير مباشرة. طيب سيدي الفاضل، لو تسمح لي سنأخذ اتصالات هاتفية وربما نعود إليك للتعقيب عليها. أرحب بفاطمة غزالي من فيرجينيا. أهلا يا فاطمة. شكرا جزيلا إيمان، زميلة إيمان. أهلا بك. طيب فاطمة، هل سيكون هناك تأثير ما برأيك على مسار العملية الانتخابية في أمريكا بعد الإعلان عن إصابة ترامب؟ حقيقة يعني كل المؤشرات تشير إلى أن إصابة الرئيس الأمريكي السيد ترامب بكورونا لها تداعيات هذه الإصابة على المشهد السياسي الذي بدأ مرتبكا يسوده القمود، أيضا والخوف من قبل أنصار ترامب وأيضا من قبل خصومه، لأن هذا الخبر الذي فاجأ الساحة السياسية والاقتصادية الآن يؤثر تأثير يعني كبير على مجريات العملية الانتخابية، خاصة إذا كان الرئيس، لا أحد يعلم إذا كان الرئيس ترامب حالته الصحية ستظل مستقرة وقادرا على أداء مهامه، أم يعني سيتأثر ب يعني الآثار الجانبية لهذا الفيروس، وإذا يعني تأثر. هو الأنباء حتى الآن وحسب الفريق الطبي ما أعلن هو أن الرئيس الأعراض التي أصيب بها خفيفة حتى الآن، وأنه سيستمر في إدارة حملته الانتخابية من داخل الحجر الصحي داخل البيت الأبيض. نعم، ولكن يعد السيد ترامب من كبار السن وهذا الفيروس يؤثر عليهم. لا أحد حتى الآن يعلم مدى خطورة هذا الفيروس في الأيام المقبلة، وإذا أثر بشكل مباشر وسلبي على حركة ترامب أو أداء مهامه، هذا يعني أنه لن يستطيع مواصلة حملته الانتخابية مباشرة في مخاطبة أنصاره أو اللقاءات المفتوحة. يعني عليه أن يظل في الحجر الصحي، وحتى يعني أيضا يحتاج إلى فترة نقاهة. هذا هو التحدي، في أن ترامب هل يستطيع أن يلتقي أنصاره ويواصل حملته الانتخابية؟ هل يستطيع أن يعني يشارك في الديبيت الثاني أو يعني المقرر في منتصف الشهر القادم؟ يعني هذا ما سينتظره الجميع. شكرا لك جزيل الشكر يا فاطمة غزالي من فيرجينيا، وعودة مرة أخرى إلى الأستاذ مهدي عفيفي عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي. أستاذ مهدي، نريد أن نتحدث هنا عن الحزب الديمقراطي. يعني أنت ترى، أفهم من كلامك حسب سؤالي السابق، هو سألت عن مدى أن تتأثر حملة السيد بايدن بالموازاة مع ما حدث من إعلان. هل يمكن أن يستفيد بايدن من هذا التطور في حملته الانتخابية؟
بالطبع هذا ما حدث هو دليل على أن كل ما قلناه في هذه الحملة هو صحيح، وإن اتهام بايدن وخلال المناظرة بأن ترامب كاذب هو حقيقي، لأنه ما نراه الآن هو استهتار ترامب أدى إلى مرضه هو بنفسه وأسرته بهذا المرض، مع أنه في رعاية لا توفر إلا له هو شخصيا فقط، ولكن ومع على كده العكس، هل يمكن كما يقول البعض بأن يكسبه ذلك المزيد من التعاطف ربما والمزيد من الآراء المتأرجحة؟ بالعكس، أعتقد أن كما ذكرتم أنتم في التقرير هناك آراء ستكون مع ترامب مهما حدث، هناك آراء ديمقراطية ستكون ديمقراطية. دائما في الانتخابات نحاول على حوالي 40% في الوسط. أعتقد أن بعد ما حدث وبعد الجائحة التي أنهكت كثير من الاقتصاد ومن الأفراد، وبعد يعني الديبيت الأخير، وبعد إصابته شخصيا، كثير من هؤلاء لن يثق بهذا الرجل في إدارة الأزمة، لأنه لم يستطع حماية نفسه، فكيف أن يحمينا؟ وفي نفس الوقت أنه استهتر منذ شهر فبراير وكذب على المواطن. فلذلك أعتقد أن هناك ضربة قاسمة وجهت إلى ترامب بسبب استهتاره في التعاطي مع هذه الأزمة. أستاذ مهدي، يعني لحظة واحدة نستمع لبعض المشاركات ونعود إليك إذا تفضلت. أرحب بعمر عبد المجيد من واشنطن، أهلا يا عمر. مرحبا، تحياتي لك ولضيفك الكريم. أنا أعتقد الأخ المتحدث، رغم أنه أنا أتفق معه في بعض الأمور، لكن هو متفائل جدا حول أنه هذا إصابة ترامب ستغير الخريطة السياسية أو الانتخابية. عزيزي، الانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية محسومة من الآن، والذي سوف يصوت لترامب لا يهمه إذا كان ترامب مصاب بالفيروس أو لم يصب بالفيروس. يعني الأمر لن يزيد من الأصوات التي تصوت له أو من مؤيديه أو من معارضيه أو تزيد من معارضيه. لكن اللي الآن تقريبا 10% من المواطنين الأمريكيين الذين لم يقرروا نهائيا، هو هاي اللي راح يلعب. لكن هل نعتقد أنه مثلا ميسيسيبي أو ألاباما أو تكساس ستصوت لبايدن لأن ترامب أصيب في فيروس كورونا؟ لا طبعا. طيب عمر، دعني أسألك هنا، أنت كمواطن أمريكي من أصول عربية كما أفهم، أنت نعم. عراقي، نعم. هل ما حدث من إصابة لترامب يفقده بعض المصداقية؟ هو ليلى، هو معظم الأمريكان واللي أنا من عندهم اللي معارضين لترامب لا يملك ترامب مصداقية معنا، والذين يؤيدون ترامب مهما يفعل ترامب يصدقون كل ما يقوله. اللي حدث انه الان في اصابه الفيروس، الان هناك جزء من الامريكيين ما يعتقدون بان هاي العمليه، عمليه فيروس كورونا، هو عمليه مؤامره، بعقليه المؤامره العربيه، بان هذه مؤامره من الحزب الديمقراطي والاعلاميين والليبراليين والمثقفين لتقويض حكم ترامب، وهو سار على هذا المنهج. الآن الصدمة هو الآن عليه أن يشرح كيف خلال كل هذه الأشهر كان يستهين بموضوع كورونا، وكيف سيشرح لنفسه أنه هو أصيب بكورونا اللي كان مستهتر فيها يعني. طيب، شكرا لك يا عمر على هذه المداخلة. عمر عبد المجيد من واشنطن. أعود مرة أخرى للأستاذ مهدي عفيفي. أستاذ مهدي، هل من تعقيب بداية على ما قاله المتصل؟ الحقيقة هو كرر ما قلته بطريقة أخرى، لكن النسبة التي لم تقرر الانتخابات ليست 10%، يعني هذا ما نعمل نحن به، حوالي 40% من الشعب الأمريكي إلى آخر يوم قبل الانتخابات يمكن أن يغيروا رأيهم. أختلف معه أن يعني المسألة ستمر. حتى من يؤيد ترامب في الحزب الجمهوري اليوم بدأنا نسمع أصوات، لأن نحن ليسوا في دولة من دول الموز ولا دولة يعني مارقة، إنما هناك مؤسسات وهناك خوف على الحزب الجمهوري الآن في فقد مصداقيته. فالمسألة ليست بالبساطة التي يصورها
يعني المتحدث، وإنما هي أعقد بكثير في طيب، الولايات المتحدة الأمريكية. هل يتوقع أن يكون خطاب السيد بايدن في المناظرة القادمة إذا ما عقدت في موعدها، ويعني بعد شفاء ترامب، أي كانت الصورة التي ستعقد عليها من تغيير خطابه على الإطلاق؟ هل يظل الخطاب هو كما هو، كما كان في المناظرة الأولى؟ وإلى أي مدى سيركز على مسألة إصابة ترامب بكورونا كعنصر أساسي لكسب المزيد من أو لكي يتمكن من كسب الأصوات المتأرجحة؟ هو في الحقيقة بدأت من اليوم نقاشات بأن تكون هذه المناظرة غير مباشرة، أن تكون من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو التكنولوجيا الناقلة للصوت والصورة. هناك بالفعل اليوم نقاشات في هذه المسألة. المسألة الأخرى، أعتقد أن بايدن سيستمر في التركيز، وهذا هو أكبر دليل أن ترامب أخفق في التركيز، أن التعامل مع جائحة كورونا والتي أودت بحياة أكثر من 210 ألف مواطن أمريكي، وأفقدت الاقتصاد الأمريكي حوالي 30% من الصناعات الصغيرة والمتوسطة، كانت بسبب استهتار هذا الرجل، وسبب استهتاره هو شخصيا في عدم لبس الكمامات كما رأينا وسمعنا، أدى إلى إصابته وإصابة زوجته والمحيطين به مما كانوا يؤيدونه في عدم لبس الكمامة على الأقل. أشكرك جزيل الشكر من واشنطن السيد مهدي عفيفي، عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي. ونرحب الآن إلى النقاش عبر خدمة الإنترنت من واشنطن بالسيد بشار جرار، وهو عضو الحزب الجمهوري. أهلا بك ومرحبا سيدي الفاضل، شكرا على وجودك معنا في نقطة حوار اليوم. هل في البداية من أي تحديثات عن الحالة الصحية للرئيس ترامب حتى الآن والفريق المحيط به؟ لأنه هناك تقارير عن أن هناك إصابات في الفريق المحيط بالرئيس ترامب. أستاذ إيمان، شكرا للدعوة الكريمة في هذا البرنامج الذي يمتاز بأنه لا يقتصر فقط على الخبراء السياسيين، وإنما نستمع إلى رأي الناس، وهذا ما يهم في هذه الانتخابات. الكل تابع بقلق صحة الرئيس، يعني هي مشاعر توحد الأمريكيين. الأمريكيين جمهوريين أو ديمقراطيين تمنوا عبر قياداتهم السياسية، عبر حتى وسائل التواصل الاجتماعي، عن تمنياتهم بالشفاء للرئيس والسيدة الأولى. الآن أن يمرض الرئيس في كورونا وهو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وأن يتوصل يعني الإصابة هذا الطاعون الآتي من الصين يصل إلى عقر البيت الأبيض، هذا يوضح انتخابيا طبعا الجمهوريين والديمقراطيين يتقاسمون الملامة حول قضايا كثيرة، ولكن أعتقد من غير الإنصاف اللعب بورقة أن إجراءات ما كان من الممكن أن تحمي الرئيس الأمريكي من الإصابة بهذه العدوى. لماذا؟ لأن الإصابات عالميا ثبت أن ما من إجراء تمكن من حماية أكثر الحصون الطبية من هذا الوباء. ولكن اللافت هنا، اسمح لي سيد جرار، هو أن مسألة إصابة الرئيس، وهو الذي كان يعني قبل أسبوع فقط يدعو الأمريكيين لعدم الخوف من الفيروس، وأنه يصيب فقط كبار السن ومن هم لهم أمراض مزمنة أخرى كالقلب والسكري وما شابه، ويعني هل يضر كثيرا هذا الخطاب ورفضه أيضا في أكثر من مناسبة ارتداء الكمامة؟ يعني شاهدنا في المؤتمرات الصحفية التي كانت تعقد بشكل يومي للإفادة بشأن تطورات كورونا أنه لم يكن يلتزم بذلك في محيط من كانوا معه. هل يضر ذلك كثيرا بمصداقية الرئيس الآن؟ هو مارك ميدوز كبير موظفي البيت الأبيض عندما ظهر قبل أقل من ساعة لطمأنة الأمة الأمريكية والرأي العام في العالم كله على صحة الرئيس بأنه ما زال يواصل مهامه الرئاسية رغم الحجر، سئل هذا السؤال، لماذا لا ترتدي كمامة؟ واجهوه بهذا السؤال، فقال أن الإجراءات الصحية يعني خضعه هو لاختبار وتبين أنه غير مصاب، وأن هناك مسافة أكثر من 6 أقدام. بمعنى المشكلة يا سيدتي هي ليست بالعدوى، لأن العدوى شرسة جدا، ولكن ما راهن عليه مرارا الرئيس التركي أن الإصابة المهم هو ليس الإصابة ولكن مضاعفات مرتبطة بالحالة الصحية العامة. طيب، الرئيس ترامب لا يدخن، لا يتعاطى الكحول، يمارس الرياضة،
عنده نوع من يعني الاستقرار النفسي الذي يؤهله على الحصول على نظام مناعي قوي، معنويات دائما عاليه، هذا اثر بشكل ايجابي. قضيه انه عمره 74 سنه ويعاني من السكر لن تؤثر، لان الاعراض ما زالت بحسب الطبيب الابيض هذه اعراض وسط بالمايلد خفيفه، وهو لم يتاثر على الاطلاق بمساواه نشاطه كنشاطي. طيب سيد جرار، اسمح لي ان اخذ اتصالا هاتفيا هنا، نستمع لي اوس حسن من ميشيغان. اهلا بك يا اوس. اهلا ومرحبا يا سيدتي. كيف تابعت الانباء الخاصه باصابه ترامب بفيروس كورونا، وما تاثير ذلك برايك على العمليه الانتخابيه والحملات الانتخابيه؟ طبعا تابعنا قضية إصابة الرئيس ترامب والسيدة الأولى بشيء من التأثر، لأنه مهما كان هو رئيس الولايات المتحدة، لكن من ناحية يعني أنا أحب أن أقول شيء، الناحية الانتخابية كرأي، الرئيس ترامب حسم موضوع الانتخابات مسبقا من خلال اولا يعني شيء لربما لم يدركه البعض، يعني هو قضية نقل السفارة الأمريكية الى اسرائيل وعملية الصلح مع بين الإمارات العربية ودولة البحرين. أوس، عندما تقول حسمها، هل أفهم من كلامك حسمها لصالحه أم لغير صالحه؟ نعم لصالحه، نعم لصالحه، لأنه حضرتك والكل يعرف أن دور يعني اللوبي السياسي الإسرائيلي في أمريكا قوي جدا في تقرير كثير من المواقف والأمور. لكن يبقى شيء أن 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 الرئيس الأمريكي كان مستهزئ بموضوع كورونا من خلال انه يعني عدم ارتداء للكمامه، بالرغم من انه هو كان الرجل يعني يعرف حق المعرفه انه هذا الوباء هو موجود وهو يعمل على يعني ايجاد الحلول له. طيب لا نعم، شكرا لك جزيل الشكر أوس حسن من ميشيغان، يعني يشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة. عودة للسيد جرار عضو الحزب الجمهوري الأمريكي مرة أخرى. سيد جرار، الآن هل لديك معلومات عما ستسير إليه الأمور، كيف ستتطور الأمور في الأيام المقبلة؟ هل من ترتيبات أو تفكير ربما في تأجيل إجراء الانتخابات؟ هل سيتمكن ترامب من استئناف حملته بكفاءة الانتخابية من داخل الحجر الصحي؟ يتمكن مثلا من حضور المناظرة القادمة في منتصف الشهر المقبل أو شهر أكتوبر الذي نحن فيه الآن؟ نعم، هو حتما نحن بعيدين كل البعد عن سيناريوهات مرتبطة فقط لا قدر الله في حالة تدهور الحالة الصحية للرئيس أو وفاته، هذا غير وارد على الأقل في المدى المنظور. الآن الكل يراهن على مسألتين، المسألة الأولى فيما لو كانت الأعراض خفيفة كما قيل وتعافى الرئيس سريعا، فهو ليس بحاجة أن يبقى بهذا الحجر 14 يوما، مما يعني أنه سيكون بالإمكان أن يفي بهذه العلامة اللي هي 15 أكتوبر. الآن الإجراءات احنا وجدنا من المناظرة الأولى في ضوء المقاطعة والمستوى للأسف المزري جدا لهذه المناظرة من ناحية على الأقل كصورة أمريكا وصورة مقام الرئيس ومن يخوض معركة الرئاسة، كانت هناك مراجعة للضوابط المتعلقة في إدارة الحوار. الآن ستكون هناك مراجعة للأمور الصحية التي وصلت إلى مرحلة فيما لو لا قدر الله ساءت الأمور ممكن إعادة النظر في التاريخ أو إجراءها كما يعني تفضل الزميلي الديمقراطي قبل قليل عندما قال أنه قد يراعى بعض الأدوات الإنتاجية، بمعنى أن لا تكون مباشرة، تكون عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر دائرة تلفزيونية. القضية الأخرى المهمة سيدتي، بايدن الآن ينتظر نتائج الفحص، فيما لو جاءت سلبية هنا ستكون المسألة أيضا كيف سيتعامل هو بعمره بحالته الصحية والتي هي حرجة قياسا بترامب،
كيف تتعامل مع الميدان انتخابيا؟ طيب كان هناك حديث سيد جرار عن مسألة احتمال أن من يقوم بإجراء المناظرة القادمة في حال ساءت الحالة الصحية سواء لترامب أو كما تقول ربما بايدن أيضا يجري هذا الاختبار، أن يقوم السيد مايك بنس بدلا عن ترامب ب يعني خوض هذه المناظرة، وعلى الجانب الآخر السيدة هاريس. نعم، هو مايك بنس وكمال هاريس سيلتقيان في 7 أكتوبر في المناظرة الأولى بحكم المنصب نائب الرئيس، وأعتقد أن هذه المسألة ستطرح في ذلك الحين. طبعا حسب التقدم الحالة الصحية علاجا أو لا قدر الله تراجعا سيحدد ويطرح هذا الأمر، وأعتقد أنه سيكون سؤالا رئيسيا في هذه المناظرة. ولكن من الناحية السياسية كقانون وكعرف كدستور وكعرف، مايك بنس هو يمثل الرئيس الأمريكي بحكم موقعه كنائب للرئيس، وأيضا بحكم موقعه كمرشح على التيكت التي من خلالها الحزب الجمهوري دعم ترشيح. هل في هذه الأونة حسب علمك أكلت إليه أي مهام حتى هذه اللحظة؟ لا، لأن هذا ما أكده مارك ميدوز كبير موظفي البيت الأبيض، أن الرئيس ترامب ما زال بنفسه يواصل عمله الرئاسي، وأنه قد أوكل إليه مهام محددة صباح اليوم. طيب نأخذ اتصالا هاتفيا آخر إذا سمحت. أرحب بمحسن عمر من كندا، أهلا بك يا محسن. أهلا بكم. كيف تتابع هذه الأنباء؟ هل تتأثر صورة الرئيس ترامب كثيرا بالإعلان عن إصابته برأيك؟ بالتأكيد ستتأثر صورة الرئيس دونالد ترامب وكذلك صورة الحزب الجمهوري في الانتخابات القادمة في منتصف نوفمبر القادم، وبالتالي ستكون هناك أضرار سلبية عليه وعلى مناصريه في هذه الانتخابات. حوالي دونالد ترامب يتابعه 10 ملايين من المتابعين على تويتر، سيؤثر ذلك سلبا عليه في خطاباته المقبلة إذا كان سيتمكن أصلا من إجراء مناظرات تلفزيونية أو مناظرات تكون عبر تويتر أو شيئا ما. ولكن أعتقد أنه سيتأثر سلبا، خصوصا أن الدائرة المحيطة بالرئيس دونالد ترامب لا يؤكد إلى الآن أنها تخلو من الإصابة. مايك بنس كذلك مرافقيه من الحراس. لا، هو كما نعلم حتى الآن أن مايك بنس وزوجته أجريا الاختبار والنتيجة جاءت سلبية، هذا ما تم تأكيده من البيت الأبيض حتى هذه اللحظة. صحيح، ولكن الحزب الجمهوري لا يعتمد على مايك بنس، حتى إذا اعتمد عليه في المناظرات المقبلة لن يكون مايك بنس بمثابة دونالد ترامب في خطاباته وجراءته والزخم الذي يحظى به دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي أو على عبر التلفزيون أو عبر شاشات الإذاعة. سيكون هناك حظ ليس تماما كحظوظ دونالد ترامب عندما يقود حملته بنفسه ويتحدث إلى الناخبين. شكرا لك يا محسن عمر من كندا، أشكرك جزيل الشكر. ونعود مرة أخرى لضيفنا السيد جرار. يعني الأنباء حتى الآن تتحدث طبقا لصفحة بايدن على تويتر، يؤكد بأنه هو وزوجته أجريا الاختبار بالفعل، النتيجة جاءت سلبية سيد جرار حتى هذه اللحظة. يعني إذا ظل الرئيس ترامب حبيس الحجر الصحي ومتواريا عن الأنظار والفكرة التي طرحها المتصل قبل قليل، يعني واضطر مايك بنس ربما لإدارة هذه الحملة أو حتى أدارها ترامب من داخل الحجر الصحي، هل تؤثر كثيرا على حظوظه برأيك في هذه الانتخابات؟ أنا صدق محسن وأنا أتفق معها تماما، لا بديل عن ترامب في مواصلة هذه الحملة لأنه هو متميز في قدرية إيصال الرسالة. ولكن بالمقابل هو تحدث من كندا، العلاقات الأمريكية الكندية أهم عنوان كان لها الاتفاق التبادل الاتفاق التجاري، هو استطاع ترامب أن يستبدل الاتفاق التجاري مع كل من كندا والمكسيك، لم يكن في صالح أمريكا، غيره باتفاق آخر كان لصالح أمريكا، وكان الكل راضي عنه.
في الشمال والجنوب، المكسيك وكندا. عندما يتحدث ترامب بهذه القضية ويواجه فيها كامالا هاريس، المنطق يواجه المنطق، القضية لا تحتاج إلى تحشيد. أما يا سيدتي قضية إصابته فقط بأعراض طفيفة للرئيس ترامب، لن يغيب عن تويتر. الآن متوقع خلال ساعة أو أقل ربما أن يتوجه بحديث إلى الأمة الأمريكية يظهر فيه أنه على ما يرام. أمس تحدث عبر الهاتف مساء ليلا قبل الإعلان عن إصابته، وكان يبدو بكامل قدراته الإعلامية. طيب أستاذ جرار، استمعت للكثير من الآراء معنا عبر الهاتف من أمريكيين من أصول عربية، كيف يمكن للحزب الجمهوري اجتذاب الكثير من هذه الأصوات؟ ماذا يتوجب عليه حتى يكسب هذه الأصوات برأيك؟ ما أجمل هذا السؤال، أتمنى دائما أن يطرح لأنه مغيب، وإن كان هو أهم سؤال في قضية الانتخاب الأمريكية المتعلقة سواء بالعرب أو المسلمين أو الأقليات عموما. أنا أعود لما تفضل به الأستاذ محسن في اتصاله قبل قليل، هناك سوء للأسف فهم ومبالغة، وسببه هو الإعلام، هو نحن، بأن المواطن الأمريكي بألاباما أو تينيسي قلق جدا على السياسة الخارجية. أبدا على الإطلاق، حتى موضوع إسرائيل ودعم إسرائيل أيضا ليس كما يطرح في وسائل الإعلام تقليديا عبر عقود خلت. نعم. هذه مسألة غير صحيحة. ما يعني الآن المواطن الأمريكي في المقام الأول فيما يطرح الحزب الجمهوري هو الانسحاب من لعب دور الشرطي في العالم، هذه التي يراهن عليها الحزب الجمهوري. ولكن ماذا عن ملف كورونا والتداعيات الخاصة به، يعني ليس فقط من الناحية الصحية، التداعيات والتدهور الاقتصادي الناجم عن أزمة كورونا في الولايات المتحدة كغيرها من كل الدول؟ إيمان، أثبت أعتقد الرئيس ترامب إذا تعود إلى تصريحاته منذ البداية عندما حذر بأن الإغلاق المتسرع والشديد والطويل سيؤدي إلى كوارث اقتصادية، أثبت أنه كان محقا من ذلك. أثبت أيضا أن الإغلاق تسبب بارتفاع حالات الانتحار 30% 20 إلى 30% فقط في عام واحد في الجيش الأمريكي، ولا أقول حتى في المجتمع الأمريكي عامة. ارتفاع نسبة الطلاق، الإدمان على الكحول، المخدرات، كوارث بكل معنى الكلمة. هو أثبت أن هذا البعبع الكابوس، الجائحة التي أتت من ووهان، بالإمكان مواجهتها في المعنويات العالية بالوقاية المناسبة وباتباع القواعد الصحية، وليس الخوف والإنغلاق لأن الاقتصاد سيعاني وأسر أصبحت تعاني من هذا الأمر أيضا. أشكرك جزيل الشكر من واشنطن عبر خدمتي الإنترنت السيد بشار جرار عضو الحزب الجمهوري الأمريكي. الآن نطل وإياكم على مشاركات من يشاركون الحوار من عدة زوايا مختلفة لموضوع إعلان إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا. البعض قال إنه مناورة سياسية من جانب مستشاري الرئيس ترامب. أمينة الخطيب مثلا تقول ادعاء المرض بسبب الإصابة بفيروس كورونا حيلة ذكية من مستشاري ترامب للهروب من المناظرات التي أثبت فشله فيه. وفي ذات السياق أيضا كتب أبو علي، ترامب لا يستطيع مناظرة خصمه لأن لديه إخفاقات سياسية وأخطاء كثيرة، لذلك ادعى الإصابة بفيروس كورونا هروبا من الواقع الحالي لأمريكا ومن المشاكل الداخلية والخارجية. زاهد إسكان كتب لنا يقول أشك في موضوع إصابة ترامب بفيروس كورونا، بل هي للهروب من المناظرات القادمة مع بايدن ولكسب التعاطف الأمريكي. عن الحالة الصحية للرئيس ترامب بعد الإصابة بالفيروس تغرد ريما أبو حمدي وتقول ترامب يشعر بأعراض طفيفة فقط جراء إصابته بفيروس كورونا. اثنان، على علم بوضع الرئيس قال إن الأعراض تشبه أعراض الإصابة بنزلة برد. عن تأثير سياق السباق الانتخابي الرئاسي في الولايات المتحدة على العالم العربي، غرد بعض المشاركين منهم مازن الذي يقول من المعتاد أن يتم تأجيل عدد من القرارات الهامة انتظارا لنتيجة الانتخابات الأمريكية، ومنها تأجيل تشكيل حكومة لبنان وتأجيل قانون انتخابات العراق وتأجيل المحادثات الأمريكية الإيرانية.
مشاركة من سمر الجراح تقول فيها بعد انتهاء أول مناظرة بين ترامب وبايدن: أمر واحد يجول بخاطري. كما تقول سمر: كيف يمكن لمعظم حكام أمتنا أن يربطوا مصيرهم بهؤلاء؟ على كل عربي أن يفكر في الانحدار الذي وصلنا إليه. إذن كانت هذه نماذج من المشاركات التي وصلت إلينا. الحوار مستمر أونلاين كالمعتاد، سنعرض للمزيد إذا سمح الوقت في هذه الحلقة من نقطة حوار. نرحب الآن عبر خدمة الإنترنت من واشنطن بالدكتورة سحر خميس، أستاذة الإعلام في جامعة ماريلاند الأمريكية. أهلا بك ومرحبا يا دكتورة. أهلا وسهلا. إلى أي مدى يؤثر الإعلان عن إصابة الرئيس ترامب بفيروس كورونا هنا على كيفية تصويت الناخب الأمريكي برأيك؟ هل يكسبه المزيد من التعاطف أم يجعله يخسر بعض المؤيدين والأصوات؟ شكرا لكم على الاستضافة. لا أكون مبالغة إذا قلت أن هذا الفيروس القاتل قد أصاب حملة ترامب الانتخابية في مقتل. جاء في توقيت صعب جدا بالنسبة للرئيس ترامب، كان من المزمع أن يذهب إلى أحد الراليز أو أحد يعني التجمعات الانتخابية الكبيرة التي يحب أن ينظمها دائما مع مؤيديه. وطبعا كان هناك اثنين من هذه الأحداث المفروض تنظمها في ويسكونسن وفي فلوريدا، طبعا تم إلغائها جميعا، ويضطر أن يبقى في الكورنتين أو في الحجر الصحي أو الحجر المنزلي المفروض لمدة 15 يوما أي أسبوعين، وهذا هو الوقت الباقي حتى المناظرة الثانية التي كان من المزمع أن تعقد يوم 15 من أكتوبر الجاري. إذن هذا التوقيت صعب جدا بالنسبة للرئيس ترامب. من يقولون أنه من الأفضل له أن لا يكون هناك مناظرات أخرى وكل هذا الكلام، أنا لا أتفق هذا الطرح إطلاقا، لأنه في الحقيقة ترامب يعتمد اعتماد كبير جدا على فكرة بين قوسين الشعبوية. الشعبوية أو البوبوليزم قائمة على التلاحم، على فكرة أن يكون هناك راليز أو يكون هناك تجمعات انتخابية كبيرة يحضرها مع أنصاره، وفي نفس الوقت فكرة المناظرات هو في اعتقاده أنه قد أبلى بلاء حسنا وأنه كان أداء قويا، بينما طبعا كل التحليلات السياسية والإعلامية تقول العكس تماما. طيب المناظرة الأخيرة على آية حال يا دكتورة وصفت بأنها الأسوأ في تاريخ المناظرات الرئاسية الانتخابية على آية حال، ولكن الآن ما هي السيناريوهات؟ هل مسألة التفكير في تأجيل موعد إجراء الانتخابات بالكامل هو أمر وارد على الإطلاق؟ هل حدث في قبل ذلك سوابق تاريخية لتأجيل الانتخابات في أمريكا؟ لم يحدث على حد علمي مثل هذه السابقة، والجميع يقول أنه يعني من غير المتوقع أن يكون هناك تأجيل لموعد الانتخابات. دعيني فقط أشير لنقطة هامة وهي سؤال حضرتك الأول الخاص بالناخب الأمريكي وتوجهاته نحو هذا الأمر. هناك حالة من التشرذم والانقسام الشديدة جدا داخل المجتمع الأمريكي، ممكن أن أقول أنها غير مسبوقة. الجمهوريين بالتأكيد سوف يستمر ولائهم وانتمائهم وتأييدهم للرئيس ترامب، هناك قاعدة شعبية سوف تنتخبوا على أي حال من الأحوال، وهناك طبعا الديمقراطيين الذين يؤيدون جو بايدن وسيستمروا في تأييده. ولكن المهم هنا هو الناخب المتأرجح، الأنديسايدد فوتر، هذا الناخب في الوسط المتأرجح الذي لم يقرر بعد. هؤلاء أعتقد أنهم سينكشف لديهم بصورة واضحة وجلية أن هذا الرئيس غير قادر حتى أن يحمي نفسه، دعينا من الحديث أنه يحمي أمته أو يحمي بلده من هذا الفيروس القاتل، هو غير قادر حتى على أن يحمي نفسه وأسرته من هذا الفيروس نتيجة أسلوبه في الاستخفاف والاستهانة به، أسماه أنه مجرد هوكس، مجرد أكذوبة، قلل من شأنه، قلل من أهميته. وبالتالي هناك كثير من الذين يقولون أن هذا الأمر الآن انقلب السحر على الساحر، وأصبح الآن هو نفسه وأسرته، زوجته على الأقل كما نعلم حتى الآن، ضحية لهذا الفيروس الذي أسماه سابقا بأنه مجرد أكذوبة وأنه ليس أمرا حقيقيا. فكيف طيب دكتورة سحر اسمحي لي سنستأنف معك الحوار في زوايا أخرى، ولكن يعني نستمع لبعض المشاركات الهاتفية. عمار صلاح الدين من شيكاغو، أهلا بك يا عمار. وعليكم السلام. عليك السلام ورحمة الله، أهلا بك. كيف تتأثر برأيك مسارات العملية الانتخابية في الولايات المتحدة بالإعلان عن إصابة ترامب؟ هل إصابته هذه تفقده المصداقية، تكسبه التعاطف برأيك؟ بالتأكيد إصابة دونالد ترامب بكوفيد 19 هي في مسار العملية الانتخابية ستؤثر كثيرا على دونالد ترامب في الحملة الانتخابية، و تعيينه
وتوليه فوزه لولاية بفترة ثانية رئاسية للولايات جديدة. المتحدة الأمريكية. نعم أسمعك، أسمعك يا عمار. أيوة، وأكيد جو بايدن أعتقد أنه تلقى فرصة ذهبية في أنه ينتصر بالانتخابات الأمريكية القادمة، وخصوصا أن دونالد ترامب استخف بهذا المرض في بدايات يناير الماضي، وأعتقد أن استخفافه بالمرض قد أتى عليه وانقلب السحر على الساحر، وأعتقد أن بايدن سيفوز بالانتخابات الأمريكية القادمة. و شكرا لك يا عمار. عمار صلاح الدين من شيكاغو، هبة محمد من بوسطن، أهلا بك يا هبة. بس حبيت أشكركم على استضافتي، وبالبداية أحب أنعي الشعب الكويتي وآل صباح بوفاة الشيخ صباح الأحمد، عسى ربي يغمد روح الجنة وتكنها فسيح الجنات في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين يا رب. كوني أنا مواليد الكويت وخيري خير الشعب جالية الصومالية كلها، يعني من الكويت كلها. الله يحفظ الشيخ نواف. طيب هبة، لو نركز فضلا الآن على مسألة هذا التطور في الولايات المتحدة الخاص بإصابة ترامب، برأيك كيف سيستخدمها؟ هل يمكن لترامب أن يستخدم أمرك هذا لصالحه؟ أعتقد أنه لعبها طريقة يعني مو ذكية، لأنه حاب أنه يأخذ التعاطف الشعب الأمريكي كون الانتخابات قربت، وخلال الأيام فترة طافت كان عنده كذا مناظرة مع بايدن، فهو يبي يستدرج تعاطف الشعب الأمريكي أنه هو مرض. إنزين أنت ليش ما مرضت فترة طافت كونك حتى كنت تحضر اجتماعات ومؤتمرات يعني على مستوى أمريكا، وقاعد تسافر بكل أريحية، حتى أنت ما كنت تلبس الماسك أبسط شيء، وكنت حتى مرات تصافح الناس كانوا يحاولون يتجنبونك، ورحت بنفسك المستشفى في نيويورك اللي كان فيه أعلى نسبة إصابات، اللي كانت رقم واحد على مستوى أمريكا، كنت قاعد تمشي فيها بكل أريحية من غير ماسك. فشمعنى إصابتك جت الحين مع الانتخابات، مع قرب الانتخابات؟ أعتقد أنه قاعد يحاول يلعب على وتر أن أغلبية الشركات الطبية اللي قاعدة تحاول تنزل اللقاح الطبي، قاعد يقولون أن التجارب يبي لها سنة ليه 3 سنوات عشان اللقاح يكون جاهز، لكن الحين مع إصابته أكيد راح يقولون لا إحنا نبي اللقاح يكون جاهز قبل نهاية السنة هذه. هبة شكرا لك جزيل الشكر من بوسطن. هبة محمد على هذه المداخلة الهاتفية. نعود للدكتورة سحر مرة أخرى من واشنطن. دكتورة سحر، يعني ما هي التداعيات الدستورية برأيك المحتملة إذا ما ساء الوضع الصحي للرئيس ترامب؟ يعني دستوريا من يتولى المسؤولية؟ نعرف أن مايك بينس هو يعني نائب رئيس حتى هذه اللحظة، لم توكل إليه بشكل رسمي مهمة إدارة أي شيء حتى هذه اللحظة، لأنه يقال بأن الحالة الصحية لترامب تسمح له بمتابعة الأمور من حيث هو في الحجر الصحي داخل البيت الأبيض. بالفعل الأعراض التي يعاني منها ترامب وزوجته ميلانيا حتى الآن وصفت من قبل الطبيب الخاص بالبيت الأبيض بأنها مايلد، يعني أعراض طفيفة، ولكنه لم يصرح بطبيعة هذه الأعراض. ولكنه من الواضح الآن أن مايك بينس قام بإجراء فحص أو اختبار لكورونا، ووضح أنه اختبار سلبي، فهو ليس مصاب بكورونا، وبالتالي إذا تعذر على الرئيس الأمريكي القيام بواجباته الرئاسية أو القيام بمهامه الرئاسية، فسوف يكون مايك بينس نائب الرئيس هو الذي يقوم في هذه الحالة بهذه المهام. إذا حدث أي شيء، أي مكروه لبنس يعوقه من القيام بهذا الدور، فتكون نانسي بلوسي طبعا المتحدثة باسم الهاوس اوف ريبريزنتيف أو مجلس النواب الأمريكي هي التي تقوم بهذا الدور، لكننا لم نصل إلى هذه المراحل بعد. دعيني فقط مشكورة أشير لنقطتين في منتهى الأهمية. نقطة خاصة بالديبيت أو المناظرة بين ترامب وبايدن، حيث استهزأ ترامب ببايدن كونه يرتدي القناع أو الماسك الطبي، وقال له ترتدي قناع طبي كبير دائما وتبدو خائفا ولا تحب بأن تنظم الراليز أو التجمعات الانتخابية التي أقوم أنا بتنظيمها لأن أنا لدي الشعبية، بينما أنت ليس لديك هذه الشعبية.
الآن طبعا نرى الصورة مختلفة، كل الاختلاف، انقلبت الطاولة تماما. ورأينا الآن أن مستشاري الرئيس ترامب، وتحدثوا حتى في فوكس نيوز التي نعلم مدى يعني ولائها وتأييدها التام لترامب، عن أن أسلوب بايدن كان هو الأسلوب السليم، ارتداء الماسك التام. ولكن حديث ترامب يعني عند هذه النقطة، يعني اسمحي لي، ألا يجعل حديث ترامب بهذه الطريقة بأنه شعبوي لا يريد أن يضخم الأمور، وألا يعني يقربه من الكثيرين من المؤيدين مثلا؟ ربما كان ذلك صحيحا سيدتي قبل أن يصاب هو وزوجته بالفيروس، ولكن الآن كما ذكرت في بداية المداخلة انقلب السحر على السحر. كيف تستطيع أن تقول أنه هوكس أو أنه أكذوبة أو أنه غير حقيقي أو غير هام أو لا يعرض حياة الناس للخطر، بينما أنت نفسك وأسرتك أصبت بهذا المرض الخطير؟ فحتى هؤلاء الذين كانوا متشككين أو مترددين أو الفئة المتأرجحة أو التي لم يعني تحسم أمرها بعد، أعتقد أن هذه الفئة تحديدا هي التي سوف يكون لها موقف معارض للرئيس ترامب، وسيتضح جليا واضحا أنه لا يثق حتى في رأي الأطباء ولا رأي العلماء. طيب. يعني حتى رئيس هيئة مكافحة الأمراض، اسمحي لي بس سريعا، CDC أو هيئة مكافحة الأمراض هنا في واشنطن، تحدث وقال أن حتى ارتداء الماسك الطبي أمر بسيط جدا يستطيع أن يحميك من هذا المرض. استهزأ ترامب وقال أن هذا الرجل لا يعرف ماذا يقول، هذا شخص مسؤول في إدارتك أنت شخصيا ومسؤول طبي وله يعني خلفية علمية، فكيف تستهزئ بآرائه إلى هذه الدرجة؟ طيب نأخذ اتصالا هاتفيا أخرى يا دكتورة، واسمحي لي ثم نعود إليك. هديل محمد من ميشيغان، أهلا بك يا هديل. مرحبا، شكرا للمشاركة في هذا البرنامج وهذا الموضوع المهم. طبعا كلنا سمعنا يعني الديبيت اللي صار بين، أو أغلب الناس سمعت الديبيت اللي صار بين بايدن وبين رئيس ترامب، وأنا أضم صوتي لصوت الدكتورة سحر في أنه فعلا هو استهزأ به بأكثر من مرة، وقال لأكثر من مرة you want to shut down the country، أنت تريد يعني تغلق البلد. الآن هو عرف إذا هو فعلا مصاب بالفيروس، لحد الآن ما نعرف إذا كان هذا الموضوع حقيقي أو لا. يعني أنت شخصيا تتشككين إذا كان الموضوع حقيقيا من الأساس؟ احتمال 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 لتأجيل الانتخابات، لأنه كان يرغب بتأجيل الانتخابات، احتمال يعني حتى يأخذ فرصة للموضوع، يعني هذا احتمال موجود، لكنه احتمال سبحان الله. أنه هل يعني برأيك هي مناورة كما أشار البعض من واقع المشاركات التي عرضنا إليها سابقا في الحلقة؟ مناور قد يكون، ولكن لا، ما نقول 100%، يعني ما يعني طبعا. قد وقد لا، يعني سبحان الله، انه فهو شكك ب يعني بايدن واتهم اكثر من مره انه انت يو وانت تو شت داون ذا كانتري، لكن هذا المرض اذا هو فعلا مصاب به اثبت انه هو ما في احد كبير على هذا المرض، هذا المرض ممكن يصيب يعني هو تقدير الهي ممكن يصيب اي انسان. ف يعني انصابوا برئيس ترودو سوري اللي هو المال كندا، رئيس وزراء كندا هو وزوجته انصابوا، فيعني مو كبير على احد. بعدين اذا فعلا هو انصاب يعني تاثير هذا على الانتخابات، حاليا البلد ماشي في كثير يعني كنا نشتغل اونلاين، يعني اذا كنا ندرس واذا كنا ندرس واذا كنا نحضر اجتماعات كل الموضوع ده يكون اونلاين، فاحتمال ما ياثر يعني يعتمد احتمال الا يؤثر. طيب شكرا لك يا هديل محمد. أستمع من رفعت عبيد من نيويورك، أهلا بك يا رفعت. أهلا بكم. هل ترى بأن هناك تأثير محتمل ما لهذا التطور؟ حقيقة نعيش حالة من الارباك في الشارع الأمريكي هنا في أمريكا، لم يعني نتصور أنه الرئيس سيصيب بكورونا، لأنه أعتقد هنالك عناية خاصة بالرئيس وهنالك مراقبة لكل من يزور الرئيس. فالحقيقة أنا شخصيا مصدوم أن يسمع الرئيس ترامب مصاب بكورونا، وهذا أنا كمواطن أمريكي يجعلني يعني لا أثق في هذه الإدارة التي تدير أقوى دولة في العالم. رئيس ترامب عندما انتشر فيروس كورونا في شهر مارس قال بإذن الله في شهر أغسطس ينتهي هذا الفيروس، ولكن نتفاجأ أنه الفيروس يواصل الانتشار ويصيب الرئيس. شكرا لك يا رفعت. رفعت عبيد من نيويورك على هذه المداخلة. دكتورة صحر، يعني أنطلق من النقطة الأخيرة التي أثارها رفعت وقال إنه شعر بالصدمة لأن يصاب الرئيس دونالد ترامب، هذا يأخذنا إلى مسألة صورة الرجل القوي التي عادة ما يتباهى أو يحاول أن يظهرها الرئيس الأمريكي في وسائل الإعلام، يعني الشخص الذي لا يقهر إذا جاز التعبير. هل تتأثر هذه الصورة كثيرا لدى حتى مؤيديه برأيك، القاعدة الشعبية التي تؤيده بإصابته ومسألة الإعلان عن إصابته؟
أعتقد يعني البعض بالتأكيد سوف يغير رأيه في هذه الصورة التي حاول أن يرسمها لنفسه أنه هو الشخص الذي يعني لا يقهر وأنه شخص قوي، وكان هذا أحد أسباب عدم ارتدائه للقناع أو الماسك الطبي في كثير من الأحيان، هو لا يريد أن يظهر نفسه بصورة أنه معرض لهذا الفيروس، وطبعا اكتشفنا أنه غير محصن وأن أي إنسان معرض للفيروس. ولكن في حالة ترامب شخصيا، هو البالغ من العمر 74 عاما، يعاني من السمنة، يعاني من ارتفاع ضغط الدم، هذه الأمور كلها تضعه في فئة هاي ريسك، يعني الفئة الأكثر احتمالية لتدهور حالتها الصحية. نحن لا نتمنى طبعا الشر لأي أحد، نتمنى الشفاء للجميع، ولكن هو هاي ريسك بمعنى أن إصابته حتى ممكن أن تتطور إلى أعراض خطيرة. هناك نقطة أخرى هامة جدا اسمحي لي، وهي نقطة الشفافية وانعدام الشفافية. اتضح لنا أن هوب هيكس، وهي أحد المقربين جدا، المساعدين المقربين للرئيس ترامب الدائمة التواصل معه والتعامل معه، أصيبت بالفيروس وظهرت نتيجة التحليل أنها بوزيتيف، أنها إيجابية، ولم يصدر البيت الأبيض أي بيان أو تصريح خاص بهذا الأمر. تسطر على الأمر حتى تسرب إلى وسائل الإعلام، وقامت وسائل الإعلام هي بالإعلان عنه، ورغم المعلومة أنها كانت بوزيتيف وإيجابية للفيروس، تم السماح لها بأن تركب طائرة صغيرة، طائرة F1 حربية صغيرة، هليكوبتر مع الرئيس ترامب للذهاب إلى أحد الإيفنتس أو أحد يعني التجمعات لجمع. شكرا يا دكتور، أشكرك. أعتذر لأن الوقت دهمنا للحديث بقية عن الرئيس ترامب وعن حالته الصحية. شكرا للدكتورة صحر خميس، أستاذة الإعلام في جامعة ماريلاند الأمريكية. هذا كله ما سمح به الوقت. الجزء التلفزيوني نواصل معكم الحوار أونلاين وأيضا على الهاتف وإذاعة BBC بعد قليل، في انتظاركم إيمان القصير.